خلينا بقى نشوف حالة المرور وحركة المرور، وإن شاء الله تكون عظيمة يعني من خلال تطبيق جوجل ماب زي ما احنا متعودين، وبالتحديد من صلاح سالم، والبداية باتجاه صلاح سالم طبعا من المطار لست اكتوبر، كوبري اكتوبر. النهارده في يعني يوم مش لطيف قوي، اللون الاحمر غالب لغايه دلوقتي. كوبري اكتوبر من المطلع بتاعه واقف في الاتجاهين، في كثافه مروريه عاليه جدا النهارده. انا اسفه طبعا، بس احنا شايفين الخريطه، بس كويس ان احنا بنقول لحضراتكم عشان لازم نتجنب النهارده كوبري اكتوبر في الاتجاهين. اسفل اكتوبر احسن حالا يعني رمسيس، لكن برضو في كثافات النهارده عاليه بشكل كبير عن المعتاد، يعني حتى عن امبارح وعن اول. الكثافات مكمله معانا لغايه غمره ومحطه مصر، استمرارا شايفين الكثافات لسه مستمره معانا، بتبتدي تخف شويه بعد ما بنعدي وسط القاهره مرورا بكورنيش ماسبيرو. كورنيش ماسبيرو النهارده افضل حالا كثيرا، يعني ممكن تطلع بقى من يعني مايو لطيف جدا، بنمشي مع مايو في الاتجاهين لغايه دلوقتي. سيوله مروريه بدات تظهر بعد الكثافات، الكثافات النهارده في الاتجاهين عاليه جدا جدا، اعلى الدائري ميدان لبنان، واستمرارا طبعا للسادس من اكتوبر. اعتقد ان النهارده يوم مزدحم للغايه، شايفين الخريطه المروريه، يعني حاله الجو لطيفه جدا بس المرور مش قد كده، فالنهارده في ازدحامات عاليه. فارجوكم المتجه من الشرق الغرب بشكل مباشر او العكس، في العديد من البدائل المروريه، بالتاكيد ربنا يوصل حضراتكم بالسلامه، لكن يا ريت نتجنب الى حد بعيد الكوبري اكتوبر النهارده من اوله لاخره، كله فيه كثافات عاليه جدا في الاتجاهين. ربنا يوصل حضراتكم بالسلامه.